تنقدم راسي من هذا المنظر هذا. في عمري 40 سنة متزوج، عندي 4 الوليدات الله يخليهم ليا، ونحمد الله ملي تشافيت ورجعت ليهم، وتنشكر سيدنا الله ينصرو. تصابيت نهار الاثنين في العشية، ثلاث صبحت مخنوق مزير، ما تنطلعش النفس، قلت للمراه ديالي غادي نطلع للمستشفى السبيطار صافي فيها. فاش طلع داروا لي التحليله حسيت براسي مقجوج، قالوا لي راه مريض مرض كورونا، ودروك تشافيت الحمد لله. وتنشكر جميع المغاربه يريحوا في منازلهم، تتفوت هذه المحنه هذه راه واعره صعيبه بزاف. وتنشكر سيدنا الله ينصروا الاسره العلويه، وتنشكر الدرك الملكي اللي قايم المجهود ديالو كثير 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 بزاف باش يحمينا من مرض كورونا. والطاقم الطبي اللي وقف معنا مسكين محنا واعره بزاف، دوزها معنا بجميع ما يكون، من الماكله بالشراب مراقبه بالدواء بكل شيء موفر لينا. 15 يوم وانا نعس مركز مدينه بني ملال، ودروك تشافيت باذن الله والحمد لله. وتنطلب الشفاء لجميع المغاربه اللي تصابوا بهذا المرض، وشكرا.